السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم فرض محروس في مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، النموذج رقم واحد. إذا دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للمرحلة الرابعة من الدورة الثانية الموسم الدراسي 2020-2021، اليوم غادي ندير معكم إن شاء الله فرض مادة النشاط العلمي المستوى السادس، وبالضبط النموذج رقم واحد، مدة الإنجاز 45 دقيقة. إذا كنرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، كنرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلك جديد القناة. مرحبا بالمتتبعين الأوفياء اللي دائما مساندين القناة. هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. إذا غادي نبداو الإنجاز ديال هاد الأنشطة اللي عندنا في هاد الفرد. عندي ثلاثة ديال الأنشطة، نشاط رقم واحد، نشاط رقم اثنان، ونشاط رقم ثلاثة، نشاطين باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية. دونك غادي نبداو الإنجاز ديال النشاط رقم واحد. صافي، إذا النشاط رقم واحد هو هذا، عليه 5 ديال النقط. تم تشغيل الأجهزة الكهربائية التالية في آن واحد لمدة ساعتين. إذا عندي الجهاز وعندي الطاقة المستهلكة. إذا الأجهزة عندي مصباح عادي، مكواة، شاحن هاتف، غسالة وتلفاز. إذا هادو هما الأجهزة اللي شغلناهم لمدة ساعتين في واحد المنزل، وعندي الطاقة المستهلكة في كل جهاز كهربائي لمدة ساعتين. إذا السؤال الأول هو، ما هو الجهاز الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية؟ شكون هو الجهاز اللي كيستهلك أكبر كمية من الطاقة الكهربائية؟ إذا هنايا لاحظتي المصباح العادي يستهلك 0.5 كيلووات باغ أور، المكواة تستهلك 1.2 كيلووات باغ أور، الشاحن ديال الهاتف كيستهلك 0.01 كيلووات باغ أور، الغسالة تستهلك 2.3 كيلووات باغ أور، والتلفاز كتستهلك 0.25 كيلووات باغ أور. إذا الجهاز الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية وهو غسالة بكمية 2.3 كيلووات باغ أور. 2.3 هي 2300 واط باغ أور. صحيح، مزيان. غادي ندوزو للسؤال الموالي، السؤال الثاني، حدد كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت خلال هذه المدة، يعني ساعتين، يعني الكمية ديال الطاقة المستهلكة. داكوغ، كمية الطاقة المستهلكة، أنا عندي المصباح العادي كيستهلك لي 0.5، مكواة 1.2، شحن ديال الهاتف 0.01، غسالة 2.3، التلفاز 0.25. إذا شنو غادي ندير باش نعرف الطاقة المستهلكة في هذا البيت لمدة ساعتين؟ خصني نجمعهم. صافي، دونك غنجمعهم، عندي 0.5 زائد 1.2 زائد 0.01 زائد 2.3 زائد 0.25 كم يساوي؟ يساوي 4.26. إذا نكتب هنا كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت، في هذا البيت خلال ساعتين، هي 4.26 كيلووات باغ أور. كيفاش حسبناها؟ جمعنا، إذا 0.5 كيلووات باغ أور بلس 1.2 كيلووات باغ أور بلس 0.01 كيلووات باغ أور بلس عندنا 2.3 كيلووات أور، وعندنا 0.25 كيلووات باغ أور، واللي كتساوي لي 4.26 كيلووات باغ أور. هذه هي الكمية ديال الطاقة اللي تم استهلاك ديالها في هذا المنزل لمدة ساعتين. السؤال الثالث والأخير في هذا النشاط هذا، أحسب كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال ساعتين. كنتكلموا على الكلفة، يعني كنتكلموا على شحال غادي يخلص صاحب المنزل يعني خلال ساعتين، يعني من استهلاكه للطاقة الكهربائية، علما أن ثمن الكيلووات، كل كيلووات واحد ثمنه 1.06. إذا واحد الكيلووات شحال الثمن ديالو؟ 1.06 درهم، دي اش. حنا شحال عندنا ديال الكيلووات؟ عندنا 4.26 كيلووات باغ أور، دونك هادي باغ أور،
شحال كتمثل. دونك غنديرو العلاقة الثلاثية صافي. إذا هنا نحسبوا الكلفة، واش غنديرو؟ دونك هاد إكس شحال تساوي لي؟ تساوي لي 4.26 مضروبة في 1.6 ولا 0.6 مقسومة على 1، يعني ها هي. دونك نحسبها، دونك هادي 4.26 غادي نضربها في 1.06 غادي تساوي لي 4.51. 4.51 اكس كتساوي، دونك هاد اكس هادي اللي هي كنبحثو على الثمن او الكلفة ديال الطاقة هي 4.51 درهم. صافي، اذا هي هادي الكلفة، نكتبو الكلفة، نديرو كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة هي 4.51 درهم. صافي، 4 دراهم ونص. 4 دراهم ونص غتكلف لنا هاد المدة ديال الاشتغال ديال هاد الأجهزة لمدة ساعتين. صافي، دابا غادي ندوزو للنشاط رقم اثنان. نشاط رقم اثنان اكتيفيتي دو، غولي شاك ايتيكات ا سا سينيفيكاسيون. دونك غادي نربط كل ايتيكات من هنايا بالشرح ديالها. صافي، دونك لا بريداسيون اللي هي الافتراس، عندنا لو ميتياليزم اللي هو التعاون، دونك هنا الافتراس، هنا الميتياليزم التعاون، لو بارازيتيزم اللي هي التطفل، لا كومبيتيسيون اللي هي التنافس. وكذا هما العلاقات الغذائيه الموجوده بين الكائنات الحيه في واحد الوسط بيئي، غادي نربطهم بلا سينيفيكاسيون ديالهم. دونك عندي لو بارازيت في سور لوت، في هذه الحاله هنايا لو بارازيت في سور لوت يعني هذا المتطفل كيعيش على حساب داك المضيف. صافي، دونك هذا هو، هذه هي علاقه التطفل. صافي، علاقه التطفل لو بارازيتيزم. ها لي زيتر فيفون سو ديسبوت لي ريسورس، دونك الكائنات الحيه كيعيشوا ولا كيدابزو على لي ريسورس، على المواد الغذائيه، على المسكن، الى غير ذلك. دونك هذه تنافس. صافي، لا كومبيتيسيون. لي دو زيتر فيفون سيد يعني الكائنين الحيين كيتعاونوا، دونك هذه التعاون. صافي، لا بريداسيون اللي هي الافتراس، دونك لو بريداتور المفترس مانج كياكل الفريسه. صافي، دونك لا بريداسيون هي هذه. صافي، غادي ندوزو الآن للنشاط الثالث والأخير اللي هو خاص بالإجابة بصحيح أو خطأ. عندي ثلاثة ديال العبارات، العبارة الأولى توفر لنا الطاقة الكهربائية المنزلية الإنارة فقط، العبارة الثانية تقاس الطاقة الكهربائية بالكيلووات ساعة، العبارة الثالثة تنتج الطاقة الكهربائية في المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء. دونك هنا إذا كانت العبارة صحيحة غادي نكتب صحيح، إذا كانت العبارة خاطئة نكتب خطأ. لأن أول عبارة توفر لنا الطاقة الكهربائية المنزلية الإنارة فقط، إذا هذه عبارة خاطئة. خطأ، لأن الطاقة الكهربائية المنزلية كتوفر لنا الإنارة، كتوفر لنا كذلك داك الطاقة الكهربائية التي تستهلكها الأجهزة المنزلية إلى غير ذلك. ثانيا تقاس الطاقة الكهربائية بالكيلووات، صحيح، إذن الوحدة العالمية للطاقة الكهربائية هي الكيلووات ساعة، داكوغ، أو لا الوات ساعة. تنتج الطاقة الكهربائية في المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء، نعم صحيح. إذن بفعل قوة الماء كيتم إنتاج الطاقة الكهربائية، يعني انطلاقا من المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء. وهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرد في مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، وباش نزيد كذلك الفيديوهات ونزيد مجموعة من الدروس الاخرى باش تزيدوا تستفدوا ان شاء الله معايا. كان معكم استاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.